Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. نشأ وترعرع في تيزنيت، عبر الصحف والمجلات تلمس طريقه نحو القراءة، طريق مرت عبر سلام موسى وهؤلاء علموني، ثم تفرعت في كل الاتجاهات. على مدى عقود انخرط في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية، سواء كانت بحوثاً أو كتباً أو معارض أو ندوات، زخم علمي وأكاديمي وجمعوي جمع فيه بين الشغف بالتاريخ والنبش في الأرشيف. بعد تجربة كبيرة في المجال، تولى وضع أسس تدبير الأرشيف في بلادنا عندما عينه الملك محمد السادس على رأس مؤسسة أرشيف المغرب، التي تضطلع بدور هام في الحفاظ على الذاكرة الوطنية. حارس الأرشيف وحاميه لا يكل ولا يمل من البحث والمراسلة والمطالبة بجمع الأرشيف الوطني واسترجاع أصوله، لأن الأرشيف كما يقول تراث وحداثة. في المكتبة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذ جامع بيضة، أهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا. شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج القيم. بارك الله فيك. أولا كيف حالك أستاذ جامع؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. الحمد لله. نتمنى أن تكون دائما بخير. سأخطر عليك أن نبدأ حوارنا هذا من تيزنيت وتارودانت، حيث كانت الولادة وأيضا النشأة والدراسة الأولى في تلك المرحلة، وأيضا في هذا المكان تعرفت على الكتاب أستاذ جامع. أيوة، قبل كل شيء يعني فعلا أنا من مواليد تيزنيت سنة 1955، ولكن ربما قد يظن المرء الذي يعرف عني فقط انخراطي منذ أكثر من ربع قرن في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية التي تعرفها بلادنا وحتى في الخارج، قد يعتقد أنني من أولئك الناس الذين فتحوا أعينهم في بيوت ذات خزانات عامرة بما قال فيه المتنبي وخير جليس في الزمان كتابه. نعم، ولكن هذا للأسف لم يكن من حظي. نشأت في تيزنيت وترعرعت في مدينة صغيرة هي تيزنيت، هذا الحواضر السوسية كما تعرفين. ولكن كما قد أقولها باللسان الدارج، عائلتي ووسط العائلي ما بينوا بين كتب إلا الخير والإحسان. نعم. وأذكر أن التعرف على الكتاب بالنسبة لي يرجع إلى التحاقي بالمدرسة الابتدائية في مستهل الستينات، 61، بعد أن ترددت سنتين أو ثلاثة قبل ذلك على المسيد، ولكن في الحقيقة دون فائدة تذكر. ولكن ربما كان امتلاكي الأول للكتاب، لما خانتنيش الذاكرة، يرجع إلى سنة دراسية 64-65، عندما سلمتني إدارة المدرسة كتابا أو كتابين لست أذكر أثناء حفل نهاية السنة، تشجيعا لي على مثابرتي واجتهادي. كنت وقيلا في المتوسط الأول، هنا عقلت على الكتاب. أذكر أن الأمر يتعلق بالمختار من صحاح اللغة، وأعترف اليوم أن ذلك الكتاب لم يكن يناسب بتاتا مستواي الدراسي، بل لم أكن أمتلك مفاتيح استغلاله، يعني هو قاموس، مما يطرح مسألة الكتاب المناسب لكل مرحلة عمرية. نعم، من اختار الجائزة لم يحسن الاختيار. أبدا. وربما تعطات ربما أخذوا غير كتب بالجملة عند بعض الكتبيين، شافوا كتاب جميل من حيث الشكل وأعطوه لي وديته للدار، وما عرفتش حتى كيفية استغلاله ولا لما يصلح. وفي هذه السن المبكرة والتي لم تمتد فيها في الحقيقة يدي إلى الكتب المدرسية العربية، منها والفرنسية، ديك الساعة نقول لها بالنسبة للعربية إما القراءة أو لا
تلاوة هكذا تلاوة بالعربية ولا الفرنسية بيان لي ريكومبراندر وغيرها. ولكن في هذه السنة المبكرة إذا لم أكون قد استأنست في الحقيقة بالكتاب فقد استأنست أكثر بالمجلات والجرائد. نعم. ولكن القديمة منها الجرائد القديمة. وكانت متوفرة أستاذ جامع حينها في تزنيت. أقول لك علاش ربما لم يتبادر إلى ذهنك لماذا؟ لماذا؟ قلت المجلات والجرائد القديمة التي كان والدي رحمه الله وهو يحترف مهنة البقالة يستعمل أوراقها في دكانه لتغليف البضائع التي يقتنيها الزبناء. هكذا إذن. إذن أنا مع أنني كنت من المسيد المدرسة للحانوت يعني تنعاون الوالد إذا ما تنعاونش تنجلس حداه وبالتالي أتصفح تلك المجلات أتصفح صورها بالخصوص. نعم. كان باري ماتش كان جون أفريك إلى غير ذلك من المجلات التي كان يشتريها هو يقتنيها بالكيلوغرام 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو أكوام ويستغلها للبضائع. نعم. وإذا لم أكن في ذلك الوقت في مستوى يسمح لي بقراءتها فإن الاشتكاك بها والاطلاع بلهفة على الصور التي تتضمنها قد أفرز لدي استئناسا أوليا نسميه تطور بعد ذلك وأنا في المستوى الإعدادي إلى ولع باقتنائها وقراءة بعض أعمدتها مرة أو مرتين في الإعدادي يعني الكوليج وليت تنشري بعض المجلات يعني من حين إلى آخر. نعم. بل إنني أذكر أنني في مستوى الإعدادي كنت الوحيد هنا ما زلت أذكر ملاحظة بعض أساتذة كنت الوحيد ضمن المجايلين على الأقل في الفصل الذي كنت أنتمي إليه الذي يصرف بعض الفرنكات ديك الساعة ما كاينينش السنتيمات الفرنكات في اقتناء الجرائد والمجلات أحيانا وضمن تلك المجلات طبعا مجلة العربي التي كانت تصدر في الكويت وكيف لي أن أنسى تلك المجلة وقد زين غلاف أحد أعدادها ما فقدش عقل بالضبط سنة ولكن في الستينات زينت أحد أغلفتها بصورة لزميلتي أطال الله في عمرها في الإعدادية اللي هي لطيفة الجبابدي حفظها الله وهي صديقة الآن ستصبح لاحقا أيقونة مغربية في النضال من أجل تحرير المرأة. صحيح. لازلت حتى اليوم أحفظ عن ظهر قلب التعليق المرافق يعني هي كانوا داروا لها اللباس الأمازيغي التقليدي راه أظن في المكتبة ديالي غتلقى داك العدد. طبعا لا أنت حارس الأرشيف لابد أن يوجد لديك. منذ زمان. نعم. كنت ما زلت أحفظ عن ظهر قلب التعليق المرافق لصورة لطيفة الجبابدي على غلاف مجلة العربي فيها أنا من تزنيت شقيقة أكادير التي عادت لها الحياة. وطبعا هذه إشارة إلى الزلزال الذي ضرب أكادير سنوات قليلة قبل ذلك ووصل هلع هذه الفاجعة طبعا إلى تزنيت التي لا تبعد عن أكادير إلا بحوالي 90 أو 95 كيلومتر تقريبا. دائما في المستوى الإعدادي أذكر أيضا أن أحد معلمي اللغة العربية قد فرض على جميع تلامذة الفصل ربما في السنة الأولى ولا الثانية من الإعدادي كل تلميذ يجب أن يشتري كتابا لإغناء مكتبة القسم. نعرف هذا الشيء واش باقي ولا لا. صوري في الفصل كان حوالي 40 نفرا 40 تلميذا وكل واحد جاب واحد القصة اللي جاب جورج زيدان اللي جاب كذا اللي جاب كذا. إذن المكتبة فيها على يعني القسم على الأقل فيها 40 قصة 40 كتاب قصة صغيرة. نعم. وطبعا فإن هذا 40 قصة نتداولها بيننا كل في المكتبة إذن كل واحد منا يستعير تلك القصة وتلك الرواية لتعويض الخصاص المهول في منازلنا يعني تحدث عن الأغلبية منا. نعم. ربما كان بيننا من المحظوظين من لهم كتب في البيت ولكن الأغلبية الغالبة حتى ما أذكر ما دخل الكتاب إلا الكتاب المدرسي ما دخل الكتاب إلى بيوتهم ولكن أعتقد
أعرف أنه إذا كان بإمكاني آنئذ أن أستعير بعضها وأحمله إلى بيتي فإنني قلما قمت بذلك، لأن ما كان يستهويني آنئذ ماشي ديك القصص ديال جورج زيدان ولا كذا، في سن مبكرة يستهويني تلك القصص المصورة في أجزاء عديدة من قبيل أكيم، زومبلا، بلاك لوغوك، زورو، نيفادا، أمبراكس، ميستاندي، دافي كروكات إلى غير ذلك. هذه تاني واحد مسألة ديال التربية على القراءة، هذه القصص أو الروايات المصورة في بلاد الغرب كانت خذ بعين الاعتبار بيداغوجية التلقين. صحيح. التلقين بالصورة ماشي أوراق صفراء فيها عشرات الفقرات ومئات الصفحات بدون صورة واحدة. نعم، الصورة تجذب وتشجع أيضا، تشجع. لذا أنا كان الإقبال ديالي وخا كانت ديك مكتبة الفصل ولا مكتبة القسم وكان بإمكاني أن أستعير من قصة كذا، كنت أفضل أكيم، زومبلا، أمبراك، طبعا لم يكن في قدرتي شراءها، ولكنني كنت أكتريها ليوم أو يومين بفرنكات معدودة. كنت أخذها من دكان والدي بعلمه أحيانا ودون علمه أحيانا أخرى. هذه بعض الاعترافات. وهذا اعتراف مهم، ولكننا تنأخذ من دكان ديالو دوك الفرنكات لكي أذهب عند الكتبي وأقتني تلك القصص والروايات. هذه مرحلة الإعدادي في مدينة تيزنيت. بعدها كما تفضلت انتقلت إلى ثانوية بن سليمان الروداني بتارودان بالضبط سنة 1971، وهنا تعززت في الحقيقة علاقتي بالكتب والقراءة. ولعل العامل الحاسم في ذلك هو أنني ولجت النظام الداخلي. نعم، كنت في الداخلية. في الداخلية وهو نظام يوفر كثيرا من الوقت للقراءة والمطالعة، فضلا عن جو من المنافسة بين التلاميذ في إبراز التفوق والصدارة. في الحقيقة الداخلية راه نفعتنا كثير. تماما، أنا كثير. أيضا من بين الذين جربوا هذا النظام أستاذ جمال. شوف، ثم تعلمنا باش نستعملوا ضرورة فرشاة الأسنان، تعلمنا وقت ديال الاستيقاظ المبكر. صحيح. ثم تعلمنا وقت المراجعة، ما كاينش اللي تحرك في المراجعة، وقت الرياضة وأنشطة. أنا عقلت مثلا في تردانت كنت مشرفا على إذاعة الداخلية. نعم. إذاعة الداخلية، يعني أننا كنا نسجلوا في واحد الشريط، الماغنيتوفون اللي عنده واحد الشريط واسع، وأثناء وجبة الغداء أو العشاء ما عقلتش بالضبط كان الحارس العام للداخلية يذيعها عن طريق مكبر الصوت في القاعة. نعم. إما نقرأ فيها أشعار أو تنعطيه بعض الأخبار إلى غير الداخلية. فعلا كانت قناة لتكوين الشباب. صحيح. ففي هذه المرحلة، مرحلة الإعدادي، التهمت، أقول كلمة التهمت، الكثير من الكتب باللغتين العربية والفرنسية، سواء تلك المتوفرة في مكتبة ثانويتنا أو في مكتبة مؤسسة أخرى تسمح لنا باستعارة الكتب منها، ألا وهي المعهد الإسلامي بتارودانت. أنا ما كنتش في المعهد، أنا كنت في ثانويات ابن سليمان الروداني، ولكن لما متوفرش من الكتب في الثانوية ديالنا كنا تنمشيو ببطاقة ونستعيرها في المعهد الإسلامي. وأذكر أنه في إحدى السنوات التي قضيتها بثانوية ابن سليمان الروداني، واحد السنة قرأت 18 كتابا لمؤلف واحد. من هو؟ بلا الكتب الأخرى. اكتشفت ذلك الكاتب هو سلامة موسى، كاتب الاشتراكي المصري المعروف. كنا ثلاثة داخل الفتاة، كنت يقول لنا ثلاثة أشباح، كنا ثلاثة. واحد سميته العربي بوشاشية رحمة الله عليه من نواحي مراكش، والآخر طال الله عمره وهو يسكن الآن في طنجة، سميته حميد أباري، وأحييه وهو من نواحي مكناس، قروان مكناس، لأننا لا نفترق حتى في ذاك الليل وكذا.
تنتجمعوا دائما ثلاثة، وأنا بمعنى آخر ديك 18 ديك 18 كتاب اللي قريت على سلمى موسى هاد الجوج خلين حتى هما قراوهم، بمعنى كان واحد النوع منافسة، واحد يقرأ الكتاب ثم يعلق عليه، وأنا بقى نحن الثلاثة نعتزل في مكان ما ثم نتبادل الحديث والتعليق حول هذا المؤلف ومؤلفاته. نعم. اللي كاين يعني إلى درجة أننا أصبحنا بين بين مزدوجتين متخصصين في هذا المؤلف، وهذا المؤلف عندما يحيل فيما يكتبه على مؤلفات أخرى أثرت في مساره فقد كنا نحاول محاكاته، أي أننا عندما يقول سلمى موسى مثلا إنني تأثرت كثيرا بغاندي في كتابه حياتي، وتأثرت بماكسيم غوركي أو بماركس أو فولتير أو مونتسكيو أو روسو، لأن عنده واحد الكتاب في اسمه إن لم تكوني الذاكرة دائما، لأن عندما يتقدم المرء في عمره أحيانا تكونه الذاكرة، اسمه هؤلاء علموني، ويقف عند كل أولئك العباقرة الذين أثروا فيه. أش نحن كنا تنديرون نحن الثلاثة نحاول أن نحاكيه، أن نبحث أيضا نحن عن كتب ماكسيم غوركي، عن فولتير، عن مونتسكيو، عن روسو إلى غير ذلك. وهذا تأثر جميل وتأثير تأثر أيضا جميل إلى درجة أنه واحد الكتاب ما لقيتوش ونوه به سلامة موسى، اللي هو الكتاب ديال ليون تولستوي غاغ إيبي الحرب والسلام، ولم أجد له أثر في تارودانت لا في ثانوية سليمان الروداني ولا في المعهد الإسلامي، فإنني آنئذ طلبت من إحدى الصديقات البلجيكيات التي لم أكن أعرفها أنا إذن إلا بواسطة المراسلة، كان ديك الساعة واحد لغيزو الشبكة إن الواحد يقلب تيتراسل مع شخص ما في السويد، أنا كنت بديت تنتراسل مع واحد السيدة كانت طالبة ديك الساعة، فطلبت منها أن ترسل لي أن تبحث لي عن ذلك الكتاب الذي نوه به سلامة موسى اللي هو كتاب ديال ليون تولستوي الحرب والسلام، فبحثت عنه في بلجيكا وأرسلته إلي وهو في جزئين ضخمين ما زلت أحتفظ بهما حتى اليوم، وكم كانت فرحتي عظيمة عندما توصلت بمجلدين في تارودانت مجلدين ضخمين لليون تولستوي وما زلت أحتفظ بهما حتى اليوم، كما ما زلت أحتفظ بصداقتي مع هذه السيدة الصديقة البلجيكية حتى الوقت الحاضر، أي حوالي نصف قرن. ما شاء الله. نحافظ على الكتب ونحافظ أيضا حتى على الصداقة. نعم، الصداقات التي تكون حول الكتب تدوم أستاذ جامع بيضاء. تدوم فعلا، لأن لها ركائز قوية فعلا، لأنها مبنية على الصح. تماما أستاذ جامع، وخلال هذه المرحلة رغم اكتشافك لكتب وكتاب عالميين إلا أن شغفك بالصحافة ظل ملازما لك. فعلا كنت بديت لك لأنه ذيك الولع الصحافة التي كنت أتصفح الجرائد والمجلات دون حتى أن تكون لدي القدرة على قراءة كل ما فيها، ولكن ذاك الولع استمر، ومن قراءاتي في مرحلة الثانوي الأسبوعية الملحق الأسبوعي ديال جريدة لوبينيون اللي هو ملحق الشباب الذي كان يعده المرحوم منير الرحموني في جريدة لوبينيون، بل إنني قد ساهمت مساهمة متواضعة آنئذ في هذا الملحق بقصيدتين شعريتين باللغة الفرنسية، الأولى عن قضية فلسطين والثانية دعوة إلى الشباب المغربي بضرورة الوعي بشؤون بلادهم ديال فلسطين وقلائل تذكر بقى عندي ذاك الشيء في المكتبة لكريم دان تيران جرائم طاغوت. نعم. ثم الأخرى وقلت قيس دو كونسيانس وشيء من هذا القبيل. هذا الولع بالصحافة سيدتي الفاضلة وأنا في سن البكالوريا 1974 جعلني في ذلك الوقت أتطلع إلى اختيار هذا التخصص كمسار مهني، كنت قد أنافسك كمسار مهني في حياتي. نعم. ندير الصحافة هذه المهنة
مهنة المحاين ياك تماما مهنة المتاعب كما يقال مهنة المتاعب ولكن لا تخلو من متعة بطبيعة الحال. لا فيها فيها متعة ومن نبل كثيرة. وهنا أيضا أستحضر عنوان إما عنوان كتاب أو مقال لا عنوان كتاب لسلامة موسى الصحافة يعني بكسر الصاد الصحافة حرفة ورسالة قلت كانت استهوتني هذا الاختيار من اللي خديت البكالوريا في 74 غير أن الأمر استقر أخيرا على التاريخ لاقتناعي بأن التاريخ أشمل وأعم وهو فقط نسميه واحد نوع من الصحافة ولكن على التي تغطي فترات وحقب زمنية ممتدة. ولكن شغفك بالتاريخ ربما نافس أيضا شغفك بالصحافة وبالصحف أستاذ جامع. لا هو هو الصحافة هي الحب الأولاني. غنقول لك علاش. لماذا؟ لأنه من اللي فعلا كاين وعديك المرحلة ديال التاريخ اللي هي الدراسة الجامعية ديال الإجازة في الرباط من 1974 إلى 1978 درت حاجة أخرى في الحقيقة متعلقة بالأرشيف هذا البحث ديال الإجازة ديالي كان حول وثائق تاريخية عن أيتبع عمران ولكن بعد هذا الفترة ديال الإجازة التحقت بفرنسا لتحضير دكتورة السلك الثالث وحضرت فيها الصحافة نعم بمعنى أن البحث ديال دكتورة السلك الثالث هو ليماج دو ماروك اي دي غولاسيون فرانكو ماروكان دون لا بريس كوتيديان باريزيان خلال مرحلة معينة 1950 1955 والتي أذكر أنني تصفحت فيها خمس جرائد يومية لو موند لومانيتي لو فيغارو فرانسوا وجديدة خمسة صفحات ولكنني أذكر أنه عندما أعددت يعني حسبت كم مجموع مجموع اليوميات التي تصفحتها وصلت إلى 11 ألف عدد رقم كبير رقم كبير كم استغرق من الوقت هذا الأمر منك؟ هذا الأمر أربع سنوات بين 1978-82 ثم بعد ذلك من اللي رجعت للمغرب والتحقت كأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ما زال ذاك الهم ديال أبحاث ولا البحث الصحافة قد لازمني ومرة أخرى ركبت سفينة أطروحة دكتورة في الدولة التي استغرقت من 1982 إلى 1995 حول لا بريس ماروكان دكسبرسيون فرانسيز دي زوريجين 1956 نعم وتعد هذه الرسالة أو هذه الأطروحة مرجعا لكثير من الباحثين أكيد نعم. أكيد أنها نشرت منذ 1996 تنظن نعم 96 هكذا وما زالت حتى اليوم مرجعا بالخصوص في تاريخ الصحافة وأنا أعتز بذلك أتذكر جيدا أنني ناقشت أطروحتي في شهر مارس 1995 ثلاثة أشهر بعد رحيل والدي إلى مقره الأخير رحمه الله يعني توفي الوالد الله يرحمه في فاتح يناير 1995 وناقشت أطروحتي في مستهل مارس 1995 نعم رحمة الله عليه لا شك أنه رحل وهو فخور بابنه وبما حققه أكيد أن عندي الوالد بالرغم مما أشرت إليه من كونه أميان ولم يتعلم ولم يتردد على المدرسة وربما حتى لم يتردد حتى على المسجد إلا أنه كان يوفر لي كل ما في وسعه أن يوفر وكأنه يقول أنا لم أدرك هذا عليك أن تدركه أنت ما زلت أذكر ضحكتيني فكرتيني في شي حاجة شوية
الوالد كان يوفر لي كل ما كان بوسعه أن يوفر، ولكن في نفس الوقت يثق في ثقة عمياء، سواء في مستوى الثانوي أو في مستوى الجامعي بالرباط، أو حتى لما ذهبت إلى فرنسا بمنحة من الدولة المغربية لأتابع دراستي لنيل دكتوراه في السلك الثالث. ملي كنت في فرنسا شي واحد من أصدقائه جاء عنده الحانوت، قال لي ولدك في ما بقيناش نشوفوه واش خدام، قال لي لا راه تيقرا. قال لي فين تيقرا؟ قال لي تيقرا في فرنسا. قال لي شنو تيقرا؟ قال لي الله أعلم. وملي جيت في إحدى كنت نجي مرة في السنة عادة في عيد الأضحى، وملي جيت قال لي راني حشمت جاء عندي واحد السيد سولني شنو تيقرا، تيقرا وصافي. قال فأنا حشمت ما عندي ما نقول له. قلت له راني تنقرا التاريخ وكذا وكذا. قال لي بالشلحة هو أطبيبك وهذا اللي يعدل، بمعنى أنه يكون درت الطب ربما أحسن. لماذا؟ لا لأن والدي يعرف ما هي الطب، ولكن يعرف حاجة المجتمع إلى الطب. نعم. ولكن من اللي جيت نفسر به بأن حتى هذه حتى التاريخ الواحد يعرف له يدياله، وحتى الطبيب راه محتاج للتاريخ، والإنسان باش يكون غيور على الوطن دياله خصو يعرف شكون منين جا أو قال لي هو مزيان الله يوفقك. هذا كلامه، بمعنى أنت أدرى بهذه الأمور. الحصول قال لك ياك كل شيء مزيان ياك ما خاصك والو. قلت ما خصني والو الحمد لله. قال لي يا ولدي الله أنا 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 عندي فيك ثقة كاملة. راك هو قالها بطريقة أخرى، هو غير خصك تعرف علاش غادرتي الديار، علاش غادرتي داركم، وعلاش غادرتي الوطن ديالكم. بمعنى ما تمشيش مجلي، خصك تمشي بهدف ما ويجب أن تحققه. رحمة الله عليك. طيب أستاذ جامع بيضاء، اهتمامك بالتاريخ تجلى من خلال مجموعة من الأعمال والانخراط في جمعيات، في منظمات، في أنشطة مختلفة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ورافق كل ذلك نشاط كبير أيضا على مستوى التأليف والإصدارات. نعم، هي مجموعة من الكتب، وهي في الحقيقة هي كتب رافقت المسار، طبعا رافقت مساري، والكتب ماشي هي ترف ذهني، الكتب هي ثمرة انخراط في قضايا معينة. نعم. مثلا كنت منخرطا في مساهمة جماعية، كنت منخرطا مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، فأنتجت هناك ما لا بأس به، وهو هادف أيضا، وهو كتاب يجمع بين التاريخ المعاصر وأيضا الأرشيف. أنتجت هناك كتاب عن الحدود المغربية الجزائرية الجغو ماروكان، وهو نشر يحتوي على وثائق مهمة جدا بالنسبة للمغرب، كما أنني أنتجت كتابا عن وثائق غميسة جدا متعلقة بالعلاقات القديمة بين المغرب وموناكو، وقد أهديت هذا الكتاب لأمير موناكو عند إحدى زياراته للمغرب. وأنتجت أيضا كتاب عن دير توملينين بالقرب من أزرو، وكان هنالك دير تعتبر قصته صفحة مشرقة في تاريخ المغرب، إذ أن هذا المكان أو هذا الدير غدا استقلال المغرب 56 استمر لسنوات، شهد مواسم ثقافية تعتبر بمثابة جامعات صيفية استقطبت مفكرين كبار من العالم، من فرنسا، من الولايات المتحدة، من أمريكا، من اليابان، ومن ألمانيا وغيرها. نعم. وبالتالي وددت من خلال هذا الكتاب أن أبين أن المغرب هو أرض التعايش وأرض قبول الآخر وأرض الثقافات المتلاقحة فيما بينها. يعني الكتاب يجب أن لا يكون مجرد، يعني مع كل احتراماتي لمن يريد أن يكتب
كتبا فقط كطرف ذهني، ولكن أنا بالنسبة لي أنخرط في مشاريع هادفة، مشاريع هادفة سواء كانت كتبا أو حتى اليوم في كل المعارض التي ننظمها في مؤسسة أرشيف المغرب. فإن رجعت إلى اللائحة من طريق الوحدة وطريق المواطنة وغير صحيح. ذلك ستجدين أن هنالك دائما رسالة، رسالة تمرر، إما رسالة واضحة أو رسالة محتاجة لوحد من يفك رموزها، من يفك رموزها ليتلقى الرسالة المواطنة التي يجب أن نحملها نحن إلى شباب اليوم ورجال ونساء الغد. نعم، والتي تكون إما بالتلميح أو بالتصريح كما صحيح ذكرنا. صحيح سيدتي صحيح. نعم. طيب أستاذ جامع بيضاء، بعد كل هذه التجربة الكبيرة التي راكمتها على مدى سنوات، كانت هناك محطة هامة في مسارك عندما عينك الملك محمد السادس العام 2011 مديرا لمؤسسة أرشيف المغرب، وهذه المؤسسة تضطلع بدور كبير اليوم في الحفاظ على الذاكرة الوطنية لبلدنا. وفي الحقيقة هذا تشريف كبير بالنسبة لي في مساري، وأيضا حلقة مهمة جدا في تاريخ المغرب. فمؤسسة يعني إحداث مؤسسة أرشيف المغرب سنة 2011 هي ثمرة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، هذه الهيئة التي أطلقها صاحب الجلالة محمد السادس أيده الله في 2004-2005 لكي تطوي صفحة مؤلمة من تاريخ المغرب، لأن الصفحات في التاريخ يجب أن تطوى، ولكن تطوى بعد قراءتها، تطوى بعد قراءتها، لأن ذلك يخلص المرأة من بعض القيود وبعض المكبوتات حتى يعانق الحاضر ويستشرف المستقبل بطمأنينة. نعم. ولما لم يكن في المغرب باكراوند أو ماض لتدبير الأرشيف فهذه مهمة كبيرة جدا أن أتولى وضع أسس مستقبلية لتدبير الأرشيف في بلادنا. وتدبير الأرشيف ليس هو فقط كما قد يتبادر إلى الذهن أوراق صفراء، كتب صفراء أو شيء من هذا القبيل تتعلق بالماضي. نعم، هذا الجانب التاريخي والهوياتي مهم جدا، ولكنه هو الوجه وجه العملة، وجه واحد للعملة. أما الوجه الآخر فهو أيضا تدبير الحاضر والمستقبل، بمعنى أن هذه المؤسسة وإن كانت تجمع الأرشيفات وتتيحها للعموم وتحفظها، فإنها في نفس الوقت تعطي أيضا تعليمات للمؤسسات العمومية في كيفية تدبير أرشيفها اليوم، لأن الأرشيف في تدبيره هو بكل شفافية، فهو عماد للديمقراطية والحداثة، صحيح، وعماد أيضا للمساءلة. بمعنى آخر، إذا كانت مؤسسة ما، إدارة ما، قطاع ما لا يدبر أرشيفه، الأرشيف ماشي دائما القديم، الأرشيف الذي المحدث اليوم، نعم، لا يدبره التدبير الحسن، فكيف لنا أن نسائل غدا مسؤولي ذلك القطاع عما فعلوه بميزانية الدولة؟ يعني الجانب قد لا يستحضره البعض في عندما يستمع إلى كلمة أرشيف. لذا أقول دائما الأرشيف تراث وحداثة، تراث وحداثة، انخراط في الحداثة هو أن يقوم المرء بتدبير حياته بنظام عقلاني كتدبيره للأرشيف. إذن هذه المؤسسة
مؤسسة بما أنه لم يكن لديها ماض فالمسؤولية جسيمة، ولكن الحمد لله هذه 11 سنة الآن كثير من الأمور قد وضعت على سكل جيدة. بل أكثر من ذلك فإننا قد أطلقنا دراسة لوضع استراتيجية لتدبير الأرشيف في المغرب بالنسبة للعشر سنوات القادمة، أي 2022-2032، وهي قيد الإنجاز. نعم، وهذا أمر مهم، كما أنكم عملتم طبعا على استرجاع جزء كبير من هذا الأرشيف. قبل قليل قلت أستاذ جامع بيضاء إن إحداث مؤسسة أرشيف المغرب كانت توصية من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتذكرت بما أننا ذكرناها في بداية حوارنا الأستاذة لطيفة جبابدي كانت أيضا عضوا في هيئة الإنصاف والمصالحة. طبعاً نعم. بارك الله فيك للإشارة إلى ذلك. نعم، صديقتك وزميلتك. عنصر نسوي فاعل ونشيط جدا، وأقدرها أحسن تقدير لنضالها، وأيضا لأنها من جيني ومن تلامذة إعدادية مولى رشيد بتلميذ. نعم، ونفتخر بها جميعا طبعا. طيب، بما أننا نتحدث عن الأرشيف أستاذ جامع بيضاء، هل هذه المهمة صعبة أو معقدة؟ أنت الخبير، قل لنا. يعني هذه مهمة صعبة جدا، لأنها ما فيهاش تراكم في البلاد، ما فيهاش واحد تراكم لنبني عليه، وبالتالي يجب إحداث كل شيء في التدبير بل حتى في رأس المال البشري. أي أنه عندما تحملت هذه المسؤولية في متم شهر مارس 2011، ما كان ولا حتى بناية قائمة لذلك ولا موظفين. بدأنا من الصفر تماما، بدأنا من الصفر في كل، وما زالت هنالك، يعني حققنا الكثير ولكن ما زال هنالك الكثير الذي يجب أن يتحقق. نعم، ما زلتم في طور البناء، في طور البناء، البناء من حيث التصور والبناء من حيث اقتناء الأرشيفات، ولكن بقي هنالك بناء لم يكتمل بعد، بمعنى أننا حتى الآن نشغل مقرا مؤقتا، وهذا غير معقول تماما. مقرا مؤقتا وهو مجرد جناح من المكتبة، من مقر المكتبة الوطنية القديمة، بينما أن هنالك قد اقتنينا وعاء عقاريا فيه 4 هكتارات، ولكن ربما تنقص الإرادة السياسية لتفعيل ذلك، لأن مقرات الأرشيف من مستودعات وأماكن الصيانة وأماكن العرض لها خصوصيات ليست كأي بنايات. صحيح. ولذا فربما غياب هذا الماضي ديالنا في مجال تدبير الأرشيف، لا أقول هذه أنا نسميها هذه شي حاجة غير معقولة، بمعنى أنه في نفس الوقت المغرب الحمد لله غني بالأرشيف وممتد في الممتدة والتي تغطي قرونا وقرونا. صحيح. ولكن أرشيفات عند الخواص، أرشيفات الزوايا، أرشيفات في القرويين، في بعض المدارس، في بعض عند بعض العائلات، ولكن في نفس الوقت غياب تام لتدبير عقلاني للأرشيف. نعم، وهذا الأمر يعاني منه حتى الباحثون وحتى المؤسسات، من يحتاج الاطلاع على هذا الأرشيف يجد مشكلة أستاذ جامع. يجد مشكلة جد، مرات عديدة، مرات عديدة كل أسبوع أتوصل إما برسائل مكتوبة من بعض القطاعات أو بمكالمات هاتفية من مسؤوليها يبحثون عن أرشيف كذا. جوابي دائما هو إن مؤسسة أرشيف بمثابة بنك توضع أو يجمع أرشيفات القطاعات العمومية وأرشيفات الخواص ويضعها رهن إشارة واضعيها. نعم. بمعنى أنت في الإعلام تريدين شيئا متعلقا بحدث ما، مثلا تقومين بتغطيته على راديو ميديان وتبحثين عن شيء ربما قد سلمه لهذا القطاع أو ذاك،
ولكن صحيح. إن لم يسلم هذا القطاع وذاك، بل إنني سمعت، ولكن هنا لن أفصح عن اسمه، أحد الكتاب العامين في إحدى القطاعات الوزارية قال لي إننا نحتفظ بكذا وكذا وكذا. قلت لا، يعني هذه غير على سبيل تقبل واحد الغسابسيون، هذا قانونيا هذه الأرشيفات التي تحدثت عنها سيدي مصيرها قانونيا يجب أن يكون هو مؤسسة أرشيف المغرب. نعم. قال لي والله ما نعطيها لك. وهذا أمر مؤسف، إذا لم يكن صانع القرار واعيا بأهمية الأرشيف من سيكون كذلك؟ ما زلنا بالرغم من جميع الجهودات المبذولة، ما زال لنا شوط كبير يجب أن نخوضه، هو بث ثقافة الأرشيف لدى الخواص ولدى المسؤولين. نعم. لأنني يمكن نعذر واحد من الناس ما فهمش، من عموم عباد الله ما فهمش أهمية الأرشيف، ولكن ما نعذرش المسؤولين بحكم القانون. صحيح. القانون واضح، القانون واضح ومرسومه التطبيقي واضح، والدوريات صادرة عن رئاسة الحكومة واضحة، والدليل المرجعي الذي وضعناه، الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي واضح أيضا، وجميع القطاعات ملزمة بتطبيقه. نعم. لكن أحيانا لا، هذا لا يعني، حتى لا أعمد، هذا لا يعني أن بعض القطاعات لم تقم بمجهود. هناك قطاعات قامت بمجهود كبير جدا في العشر سنوات الماضية. نعم. في تدبير أرشيفها. هنا ما زالت هناك بعض المقاومات، جيوب المقاومة. جيوب مقاومة. نشكر من قام بهذه العملية ومن لديه وعي بالأرشيف، ونتمنى من ليس لديه هذا الوعي أن يبذل مجهود جهودا أكبر. أستاذ جمال بيضاء، بارك الله فيك على هذه الرسالة الهادفة. بارك الله فيك. وقبل هذا وذاك، نتمنى من الحكومة أو من الجهات الوصية أن توفر مؤسسة أو مقرا محترما وجديرا لهذه المؤسسة، المعايير الدولية. صحيح. نعم. صحيح. نعم، لأن هناك معايير دقيقة أعتقد في حفظ الأرشيف. كيف تحفظون الأرشيف أستاذ جمال؟ هي كاين معايير دقيقة جدا وموجود، يعني نحن عندما أقول نحن مؤسسة أرشيف المغرب بحكم عضويتها في المجلس الدولي، نحن أعضاء في المجلس الدولي للأرشيف. نعم. ماشي غير أعضاء، وعبد ربه كمدير لمؤسسة أرشيف المغرب هو الذي يمثل في المجلس الدولي للأرشيف العالم العربي وإفريقيا ككل. لذا نحن علينا أولا أن نحترم أنفسنا ونكون قدوة في تدبير الأرشيف. هذه الثقة الموضوعة فينا هي التي جعلتنا سنجمع في 19 يونيو القادم، يعني ندوة في الرباط، حول أرشيفات إفريقيا بالتزامن مع اليوم العالمي للأرشيف في 9 يونيو، اللي هو أصبح الأسبوع العالمي للأرشيف. وسيتزامن أيضا، هذه غير صدفة، مع إقامة المعرض الدولي للأرشيف بالرباط استثناء، وسيكون لنا حضور في هذا المعرض تحت يافطة إفريقيا، لأن نحن نعرف كيف أن المغرب أصبح يتمن كثيرا جذوره الإفريقية ونحن كأفارقة، وبالتالي وددت أن نعزز هذا التوجه الذي هو حامل للخير في قضايانا. نتمنى لكم التوفيق في كل هذه الجهود أستاذ جامع بيضاء. لا شك أن هناك الكثير من الشخصيات المثقفة والكتاب الذين تبرعوا بأرشيفهم للمؤسسة، ما أكثرهم. وسأبدأ فقط بمن يحضر إلى ذهني وله صلة بالإعلام، بما أنك أيتها الإعلامية المقتدرة، أن نذكر لك المرحوم العربي المساري رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، والمرحوم عبد الله شقرون، ثم في تخصصات أخرى عديدة، ذكر دبلوماسي هاني أفيلال الذي سنخصص له
معرضا في باليوم الوطني للأرشيف 30 نوفمبر القادم. ثم كاين المسرحية عبد الصمد الكلفاوي. نعم. وفي الجانب العبري من ثقافتنا شمعون ليبي. وهنا ربما لم أجيب على سؤال آخر، لأن هنا في الدردشة أحيانا تمشي مع واحد الفكرة وننسى الأخرى قبل تخطي واحد سؤال واجه، هو هل هنالك محاولات لاسترجاع بعض الأرشيفات من الديار الأجنبية؟ فعلا نحاول قدر الإمكان ومنذ 10 سنوات أو 11 سنة استرجاع على الأقل المرقمن، وقد أترى هذا الاسترجاع، أترى يعني المخزون المتوفر في مؤسسة أرشيف المغرب إلى درجة قد تجعل البعض من الباحثين قد يستغني عما عانينا منه نحن في جيلنا من ذلك التجوال والسفر وغير ذلك من المتاعب للبحث عن أرشيف في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. فقد استرجعنا الكثير، ولكن ما زال هو فقط غيض، ما استرجعناه بالرغم من أهميته هو غيض من فيض. غيض من فيض، لأن الكثير ما زال يجب أن يسترجع، ولا تخلو هذه المسألة من متاعب ومشاق، بل ومن مشاكل، لأن في الأخير يعني آخر القضايا والتي ستكون موضوع ملف في العدد السادس من مجلة أرشيف المغرب، هو أنني قد حاولت بمناسبة الذكرى المئوية لانتفاضة الريف 1921، كنت قد حاولت المؤسسة، أنا أتحدث فقط باسم المؤسسة، استرجاع أرشيفات أصول، في هذه الحالة أصول أرشيفات التي سلبت من المقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي، سلبت منه عندما انكسرت شوكته سنة 1926. ولكن الطرف الذي يحتفظ بهذه الأصول، وهي أنا أعتبرها سلبا، اللي هو الطرف الفرنسي، تعنت في موقفه، والملف الذي أشرت إليه هو عبارة عن جميع المراسلات المتبادلة بيني وبين الطرف الفرنسي طبعا عبر القناة الدبلوماسية في هذا الشأن. ولكن طبعا هما مستعدين يعطونا المرقمن، ولكن في هذه الحالة بالضبط ما بغيتش المرقمن أصول، لأنه اللي كاين هو أن الأرشيف الموجود في الطرف الآخر أو في ديار أخرى، إما تيكون مثلا الأرشيف الاستعماري الذي هو أنتجته الإدارة الاستعمارية عندما هيمنت على بلادنا، ولما رحلت وانحسر المد الاستعماري حملته معه، يعني هي التي أنتجته. نعم. حملته معها، أو وفي شأنه قد نقبل المرقمن، ولكن في هذه الحالة ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي هو أرشيفاته الخاصة. نعم. الخاصة بالانتفاضة المباركة التي قادها ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني، ونحن أولى بهذا الأرشيف. نعم. نعم. هنا لذلك كنت مصرا على المطالبة بالأصول، لذلك ما زالت هنالك معركة، يعني ما زال قائما. نعم. وما ضاع حق وراءه طالب. تماما، أوافقك أستاذ جامع بيضاء. والتفاصيل كما قلنا في العدد المقبل من مجلة أرشيف المغرب التي أنت مؤسسها وأيضا مديرها. الحديث معك ممتع ومفيد أستاذ جامع بيضاء، لكن للأسف وصلنا إلى نهاية البرنامج. قبل أن نختم سأطلب منك أن تقترح كتابا من مكتبتك على المستمعين. من مكتبتي،
من مكتبتي سأقترح كتابا ضخما باللغة الفرنسية وسأقترح كتابا أيضا باللغة العربية. نعم. أوكي. الكتاب باللغة الفرنسية هو لجان فافيي، سميته عنوانه Les Palais de l'Histoire. جان فافيي هذا كان هو مدير المكتبة الوطنية الفرنسية وكان مدير أرشيف فرنسا بعد ذلك. لذا ملي تتحدث عن Les Palais de l'Histoire يعني بهما هاتان المؤسستان ديال المكتبة الوطنية فرنسا وأرشيف دو فرانس. هذا الكتاب شيق جدا، كتاب ضخم. جان فافيي توفى في 2014 وهذا الكتاب الضخم صدر بعد وفاته، وهي عبارة عن مذكرات ولكن أجد فيها نفسي، وأنا قد طالعتها وقرأتها بإمعان، أجد في بعض المشاكل التي تطرح في مسيرة مؤسسة الأرشيف المغرب قد عانى منها هو أيضا. وهذا الكتاب انتشر في 2016. نعم. بالعربية أدعو إلى قراءة كتاب صدر أيضا بعد وفاة صاحبه، معروف الرصافي الذي نعرفه شاعرا. نعم. معروف الرصافي هذاك ألف واحد كتاب سميته كتاب الشخصية المحمدية. الشخصية المحمدية، وكتاب يعني وجدت فيه متعة اللغة العربية، ولكن متعة أيضا استنطاق تاريخ أو استنطاق تاريخ ببعدي الزمان والمكان، لأن الذي يريد فقط أن يستحضر التاريخ وينسى الزمان والمكان ربما غابت عنه أشياء. هذا الكتاب مهم جدا، واللي عنده وقت آخر لأنني في يقرأ الأعمال الكاملة ديال السي إبراهيم بوطارد رحمة الله عليه. رحمة الله عليه، وكان تأبين كبير له خلال الأيام الماضية. شي بغيت نذكره، كان حفل تأبين دياله هذه أيام معدودة. نعم. وقد كان طلب مني أن أقول شهادة، لأن ربطتني به روابط وثيقة جدا وطيلة مدة طويلة، فبالتالي رجعت إلى أعماله الكاملة التي هي في 4 أجزاء تحضيرا للكلمة التأبينية، أعدت تصفحها بالرغم من أنني كنت قد قرأتها. وبالتالي من يحب التاريخ المعاصر ويفضله عن حقب أخرى فليقرأ سي إبراهيم بوطالب ويدعو له بالرحمة والغفران. رحمة الله عليه، وأنا قرأت كلمتك، نشرتها عبر صفحتك على الفيسبوك وكانت جزيلة ومؤثرة. وفي ختام البرنامج أشكرك الأستاذ جامع بيضاء على وقتك، وأشكرك أيضا على جهودك الكبيرة في الحفاظ على الذاكرة.